بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع الأسئلة الوجودية للشباب، وهنتكلم عن سؤال وجودي مهم: ليه الكافر مطلوب منه إن هو يبحث عن دين الحق لحد ما يصل إلى الإسلام، بينما المسلم لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي إن هو يشك في دينه ويبحث عن غيره؟ ده سؤال مهم والشباب بتسأله، والملاحدة بتطرحه على الشباب على سبيل التشكيك وعلى سبيل التحدي. فاحنا هنا مهم ان احنا نتكلم عن الفرق بين الاسلام وغيره. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا بنوصل للاسلام بطريق منطقي وعقلاني، عن طريق في طريق داخلي، عن طريق محتوى الدين نفسه انه يدعو الى الاله الواحد المتصف بصفات الكمال، وبيعرفنا ايه هي وظيفتنا على هذه الارض، وايه مهمتنا في هذه الحياة، وايه المطلوب مننا، والطريق الخارجي اللي هو الادلة الخارجية من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من نصره على الاعداء على خلاف السنن الكونية، المعجزات الحسية، اعجاز القرآن، هذه الامور كلها وغيرها طبعا دلائل على ايه بنوصل بها للدين الحق. فهو انت عندك دين عليه دلائل تقدر توصل له عن طريق سبل ومعروفة وعقلانية ومنطقية وما فيش اي مشاكل. لكن بيجي بقى السؤال، يقول لك هو يعني اشمعنى الكافر مطلوب منه هو يدور وانت ما بتدورش، او انت مش مطلوب منك تدور، مش مطلوب منك تشك، او لا ينبغي لك انك تشك في دينك. وده بصراحة سبب السؤال او اصل الاشكال، التسوية بين الاسلام وغيره. يعني انت سويت بين ده وده، فخليتهم سواء، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يود الذين كفروا لو تكونون ان انتوا تكونوا سواء زيهم زيكم زي بعض، انه كله ايه، ان انتوا تكفروا زي الكفار كده وتبقوا زي بعض، يبقى كله سواء. لا، احنا لا نساوي بين الحق والباطل، ولا نساوي بين الاسلام وغيره. وده مقتضى العقل والمنطق بصراحة، ما ينفعش الحاجتين المختلفين نخليهم حاجة واحدة زي بعض ونساويهم ببعض، زي برضو ما ينفعش الحاجتين اللي زي بعض نفصل بينهم في الحكم، نخلي ده حاجة وده حاجة، لا. فالتفرقة بين المختلفين ده ايه؟ ده مقتضى العقل، كما ان التسوية بين المتماثلين ده مقتضى العقل. فنفرق بين الاشياء الايه؟ المختلفة. الاسلام ليس كغيره. وانا هضرب لكم مثال اوضح لكم الموضوع ده بشيء من بمثال قريب. انت لو عندك مفتاح، بلاش مفتاح، عندك فتحة باب قفل مثلا وعايز تفتحه، ومعاك سلسلة مفاتيح فيها مفاتيح كتير قوي 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 قوي، وهنمثل المفاتيح دي بكسرة الأديان، وجيت بأول مفتاح فتح الباب، هتدور في بقية المفاتيح؟ يعني انت فتحت الباب خلاص والمفتاح بيفتح الباب، هل انت محتاج تدور في بقية المفاتيح؟ لا، مش هتدور. طب لو انت المفتاح ما بيفتحش الباب، هتعمل ايه؟ هتفضل تدور وتبحث في المفاتيح، تجربهم واحد 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 ورا التاني والتالت والرابع لحد ما توصل للمفتاح اللي يفتح الباب، صح ولا غلط؟ ولما توصل للمفتاح اللي بيفتح الباب هتفضل تكمل تدور ولا خلاص كده؟ المفروض خلاص كده. طالما وصلت للمفتاح اللي بيفتح الباب يبقى مفيش داعي انك تقعد تلعب في سلسله المفاتيح وتجرب. هتجرب ايه؟ ما هو بالعقل كده، طالما المفتاح بيفتح الباب يبقى خلاص. ده نفس الفكره، طالما وصلت الدين الاسلام، الدين الذي يتفق مع العقل والمنطق ومع الفطره، زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت كده عن الطريق الداخلي، الدين الذي يدعو الى الله الواحد ويدعو الى الاله المتصف بصفات الكمال، وأنزل عليك الكتاب، وأنت عارف أن الدين اللي نزل به سيدنا محمد هو نفس دين الأنبياء من قبله، وأن ده يتصق، أن ده متسق مع قصة للكون، مش للكون بقى، للعالم، القصة لعالم البشر، أن هو في حاجة اسمها أنبياء عندنا في التاريخ البشري، حاجة اسمها أنبياء ورسل، وكل نبي بينزل بيعظ قومه ويقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. عندنا أمة زي بني إسرائيل كان بينزل فيهم انبياء، وكل نبي يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعند العرب كانوا يعرفوا عن امم سابقه، قوم صالح وعاد وثمود وشعيب. فتاريخ البشر زاخر بنموذج اسمه الانبياء، حاجه كده كانت بتظهر في كل امه اسمها نبي، والنبي ده كان بيدعوهم الى اشياء،
ويقول ان هو موحى به، موحى اليه من الله. فاه عرفنا ان في حاجه اسمها انبياء، وان الانبياء دول بيدلوا البشر على الدين الصحيح. خلاص ده الشيء المتفق مع الايه، دي القصه المتفقه مع الفطره والمتفقه مع العقل. فانت لما بتوصل للحاجه المتفقه مع الفطره ومع العقل خلاص تقف عندها. وبعض وللاسف المسلمين متصورين بسبب يعني ببعض بسبب بعض البروباجندا ان بقيه اتباع الاديان عايشين نفس الاطمئنان العقلي اللي او الاطمئنان القلبي اللي احنا عايشينه، متصورين ان هم متسقين عقلا مع دينهم زي ما احنا متسقين عقلا زي ما ديننا كده موافق للعقل والفطره. هم متصورين ان بقيه الاديان او بقيه اتباع الاديان شايفين دينهم متفق مع العقل والفطره، مع ان ده مش واقع. بقيه اتباع الاديان عايشين على الخرافات. وهم يعني هقول لك مثلا مثال، في اطروحه مشهوره جدا في اللاهوت النصراني على سبيل المثال ان الايمان ليس له علاقه بالعقل، وان الايمان حاجه والعقل حاجه تانية، وفي حاجه اسمها ليب اوف فيث اللي هي القفزات الايمانيه، ان الاعتقاد الايماني ده قفزه ايمانيه. قفزه ايمانيه يعني ايه قفزه ايمانيه؟ يعني رغما عن العقل. فما فيش اتساق اصلا بين الايمان والعقل عند ناس تانية. فهو كل واحد متصور ان دينه زي الاديان التانية، ان انت زي ما انت عايش كده مطمئن بالايمان وقلبك عامر بالايمان وشايف دينك متفق مع فطرتك ومتفق مع عقلك، متصور ان الباقيين عايشين كده. لا، الباقيين عايشين في صراع، بس هم بياخدوا مسكنات، بيعايشين على الافيون، هم مش عايشين نفس الاطمئنان العقلي. لاجل هذا انا بتكلم على كل الاديان فيما عدا الاسلام، لاجل هذا فهم مطالبين بانهم يبحثوا عن ما يوافق العقل والفطره، يفضلوا يبحثوا عن المفتاح اللي يفتح الباب. الباب ده هو باب القلب، باب الفطره، باب العقل، الباب اللي موافق، المفتاح الموافق للباب هو الوحيد اللي يقدر يفتح. فهو غير المسلم من اي دين كان مطالب بانه يبحث عن المفتاح. طالما المفتاح اللي معاك مش بيفتح، وطالما انت عايش في صام بين عقلك ودينك، يبقى لازم تدور على الحق، تدور على الدين الحق. وهو ده اصل المسألة، هو ده التخريج العقلي بتاعها، او هو ده سبب ان احنا في الخلاصة بنقولك ايه، غير المسلم او الكافر مطالب انه يبحث عن الدين الحق، والمسلم لا ينبغي له ذلك. انت متصور انها كده، انها بالعافيه؟ لا، ده هي ليها ايه، ليها اصل عقلي، ليها اصل في الفطره، ليها اصل، المساله دي ليها اصل. ليه الكافر مطالب والمسلم مش مطالب، او المسلم لا ينبغي حتى له كده؟ ليها اصل في العقل، والاصل ده منطقي وعقلاني مش كده. بس احنا بناخد النتيجه النهائيه ليه؟ ليه بناخد النتيجه النهائيه؟ لان ربنا جاب لنا الاجابات، ربنا سبحانه وتعالى في وحيه جاب لنا الخلاصة، جاب لنا الإجابة النهائية. ما سبناش نقعد نفكر ليه وعشان ايه والحاجات دي كلها. الحاجات دي لها حكمة كلها، بس الإجابات احنا ما نعرفهاش، يا إما لأننا مش محتاجينها، يا إما لأن الدين جاب لنا الخلاصة. تعرف انت دينك مثلا لما يجيب لك الخلاصة يقول لك ايه؟ والله الغير المسلم مطالب انه يبحث عن دين الحق، والمسلم لا ينبغي له ان يشك في دينه ويبحث عن غيره. هي بتجيلك اسطمبه كده متصور ان هي بدون داعي او بدون سبب. لا، هي ليها اصل، ليها اصل عقلي ومبنيه على اسس عقليه ومنطقيه وقواعد من الفطره. بس احنا ما بنشغلش بنفسنا ليه بالاسس العقليه دي، لان احنا ربنا جاب لنا الاجابه، جاب لنا الخلاصه، جاب لنا اخر صفحه في الكتاب. عايز بقى تبدا الكتاب من اوله، ابدا. وكل ما تقرأ في الكتاب هتزداد إيمانا ويقينا واطمئنانا، مفيش إشكال. فالمقصود أن لماذا هذا؟ لأن هذا هو الإيه؟ لأن ديننا هو الموافق للعقل والموافق للفطرة والموافق لاستقامة القلب والاطمئنان القلب، وبالتالي هو الذي ينتج عنه الاطمئنان القلبي. لأن زي بالضبط المعلومة أو الفكرة بتيجي للعقل الأول، العقل يقتنع بها يقوم يرسل بها للقلب فيحصل الاطمئنان القلبي. نفس القصة لكن بالنسبة لغير المسلم، لا، هو ما عندوش اقتناع عقلي، فبالتالي ما فيش اقتناع عقلي، فالاطمئنان القلبي في انقطاع، ما فيش الوصلة مقطوعة، ففي انفصام ما بين القلب والعقل،
في انفصام ما بين الدين الذي يعتنقه وعقله. فالانفصام ده لابد ان يحل، لابد ان يبحث عما يوافق الايه، عما يوافق العقل والفطره وايه، ويؤدي الى اطمئنان القلب. وبكده نكون وصلنا يعني لنهايه الحلقه دي، ونراكم في الحلقه القادمه باذن الله تعالى مع سؤال جديد من الاسئله الوجوديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.